السلام عليكم. اليوم بدنا نحكي عن عطر من أشهر العطور في عالم النيش، اللي هو أمواج جوبليشن 25. إيش يعني جوبليشن 25؟ شركة أمواج انطلقت عام 1983، بعد 25 عام على انطلاقة هذه الشركة حبت تصدر إشي احتفالية. جوبليشن يعني احتفالية، هيك معناها، أو فرحة أو احتفالية بمناسبة مرور 25 عام على انطلاقتها، اللي هو ربع قرن على وجود هاي الشركة. وهذا العطر انعمل له إعادة إصدارات عدة، وتوقع 3 مرات. المرة الأولى الإصدارات القديمة، المرة الثانية كانت بدون الماجنتيك كاب لغطايا البلاستيكية، واللي موجود عندنا هسه، اللي موجود في الأسواق 99% من الموجود في الأسواق هو الماجنتيك كاب، اللي هو بيكون هيك شكل العبوة بالضبط. في نسختين، نسخة بريطانيا ونسخة عمان. أنا شخصيا جربت في أكثر من عطر النسختين، النسخة البريطانية والنسخة العمانية، الثنتين ما بيفترقوا عن بعض، ولكن في ناس بتفضل نسخة عمان. إذا حصلت نسخة عمان اتس اوكي، لا بأس، ولكن نسخة بريطانيا تغني عنها، يعني ما حسيتش في فرق كبير بين النسختين. العطر هو عطر الملوك، بسموه The King أو عطر برينس، عطر الأمراء. هذا ملك العطور في عالم النيش والديزاينر، هو عطر نيش ولكن هذا الملك. البعض بيحكي إنه كريد أفنتوس الملك أو جوبليشن 25 هو الملك. كسهولة الارتداء هو كريد أفنتوس أكيد، يعني أسهل في الارتداء، ولكن كعمق في المكونات وكمية المكونات ونقاء المكونات وغزارة المكونات والريتش في المكونات، جوبليشن 25 هو في رأيي الشخصي هو الملك. بدي احكي لكم عن النوتات على السريع، لانه صعب جدا اي حدا يحفظ هاي النوتات، وشوفوا كمية النوتات اللي موجودة في هذا العطر. رح احكي لكم اكثر النوتات اللي انا بشمها في هذا العطر. في الافتتاحية، ثمر العليق، اللبان. اللبان طبعا شجرة كثير مشهورة في عمان، يعني زي الزيتون عندنا في فلسطين او الزيتون في تونس، شجر الزيتون، اللبان موجود في عمان. هيك يعني شعار عمان او الاكثر شيء مشهور في عمان هو اللبان، فاللبان كثير واضح في هذا العطر. قلب العطر العسل، ركزوا كثير على هذا النوتة، النوتة كثير واضحة في هذا العطر، معطيته ريتش، معطيته سويتنس. العسل هنا مش العسل الموجود في 1 مليون السويت كثير الحاد الأوفنسيف اللي كثير معبي المكان، اللي هو بطغى على باقي المكونات. نحكي عن عطور أمواج، لما تشم عدة مكونات أو تقرأ عدة مكونات، ما يميز عطور أمواج هي التوازن. يعني العطار بيكون حاطط 40 نوتة ولكن في توازن، لما بدك تشم النوتة بدك تقرب وتقول في عسل، في عسل، باتشولي، شامن باتشولي، فما في نوتة تطغى عن النوتات الثانية، بتحس فيه التوازن. بالذات جوبليشن كمية النوتات، صحيح في نوتة أبرز من نوتة ولكن في كثير توازن في هذا العطر. كثير قرأت أشخاص بيحكوا إنه هذا العطر خطي لينير، يعني افتتاحية للقاعدة العطرية ما في تغير. برأيي الشخصي العطر مش لينير ولكنه مش كثير في هرمية في العطر، يعني أول ما ترشه ببين الوهيج الهائل تاع المسك في هذا العطر والسويتنس اللي قادمة من العسل، وببين بشكل واضح النوتة الإرثية القادمة من الباتشول. يعني العطار عامل إشي صعب جدا، في وهيج في هذا العطر، في ضوء الشمس اللي موجود في هذا العطر، في الذهب الموجود في هذا العطر القادم من المسك والعسل، وهيج هيك بتحسه لامع. في نفس الوقت في مكونات أرضية اللي هي الباتشولي، غريب، صعب جدا تعملين هاي الحبكة. بعد شوي بتصير تبطل تشم العطر، بتحكي أنا بطلت أشمه، ولكن بخف الباتشولي وبتضل نوتة العسل، النوتات الفاكهية والحمضية تطلع أكثر، بعدين بترجع نوتة الإرثي باتشولي. فيعني العطر صح مش كثير بتغير، ولكن على هدول النوتين بيثبت على نوتة برد بيرجع على نوتة ثانية، فهو مش لينير كثير ومش عطر هرمي كثير. نرجع للنوتات، الأخشاب، الجاياك، القرفة، ورق اللورا والقرنفل والورد والأوركيد وبذور الكرفس. قاعدة العطر تتكون من الجاوشير، العود، المر، الباتشولي، دهن العنبر. العود والمر، المر واضح كثير في هذا العطر. العود ما تتخيل عطر عود كثير زي عطر انترلود مان او انترلود بلاك ايريس. العطر العود هون مش كثير واضح، حتى لون السائل اذا بتشوفوا لون السائل لونه شفاف. بالعادة العطور العود اللي بيكون فيها واضح العود بيكون لون السائل دارك، بيكون لونه اسود او بني، هون لون السائل اصفر ويوحي على المكونات. ففي عود في العطر صحيح، ولكنه مش المين نوت في العطر، فعندك تقرب كثير في لمسة عود، وهنا العود مش العود الميتاليك ولا العود اللي موجود في العطور الشرقية أو العطور منخفضة السعر أو حتى
اغلب العطور، العطر بيعطيك انطباع جاف، فالعطر جاف الى حد ما، مش عطر زي عطر ريفليكشن مان في هاي النوتة البودرية. العطر في لمسة بودرية لا شك، ولكنه بطريقة جافة. فهي سلسلة كلاسيك مان اللي هي 6 عطور: امواج ريفليكشن، جوبليشن، بيلافد، وسيلفر، وجولد، وضيا. كلهن فيها اللمسة البودرية القادمة من المسك، كلهن فيهن مسك، ولكن تختلف من عطر الى اخر. العطر عطر واحد ملك، عطر أمير، عطر واحد بيلبس حطة وعقال، بيلبس هاي الدشداشة البيضة والعباية، فهو بين انه هذا الزلمة معاه مصاري. عطر not easy to wear، مش اي شخص سهل يرتدي العطر، بشوفه ناضج الى حد ما، والعطر مش سهل ترتديه في اي مناسبة. وكمان العطر بشوفه شتوي خريفي، عطر ليلي صباحي، في warm، في sweetness، فبده مناخات الى حد ما باردة. مش اي حدا بيشتري هذا العطر، عطر مش امن بالمرة، ما تشتريه blind buying. نكمل عن النوتات. طبعا بعد العود في المر، الباتشولي، حكينا المر واضح كثير، دهن العنبر واخشاب الارز، ذهب الشمس، المسك، المسك كثير واضح، والاكموس اللي هو طحلب البلوط. هاي النوتات كلها بتشمها في هذا العطر. اداء العطر، انا بشوف العطر ثابت مش فواح، بيعطيك ثباتية 8 ل 9 ساعات ثباتية ماكسيمم بحد اعلى طبعا، وكلما انخفضت درجة الحرارة بيعطيك ثباتية اكثر، لانه بشوف الزيوت اللي في هذا العطر اكثر من باقي العطور. فهو عطر، طبعا كل عطور امواج ايدي بيرفيوم، ما عندهم ايدي تواليت، فهو العطر كثيف شوي، فواحان مش فواح، وهذا هو المطلوب من هذا العطر، مش يعبي المكان، مش يكون اوفنسيف للكل. العطر لازم تقرب شوي من الشخص عشان تشمه، وانت اذا مستخدم هذا العطر راشش منه، بعد فترة بتبطل تشمه، بعدين بترجع بتشمه، فهو يعني غريب، ما تحكم عليه. ممكن على جلدك يختلف اداؤه من شخص الى اخر، لكنه مش من عطور امواج الوحش. اداؤه فوق المتوسط، ممتاز جدا بالنسبة لعطور النيش، ولكنه مش اداء الايام. على الملابس بيعطيك اداء افضل. مين يشتري هذا العطر؟ هذا العطر ليس للمبتدئين في عالم النيش، جربه بعدين اشتريه. ما في كثير تغير زي ما قلنا في النوتات، ما في كثير تحول في النوتات. العطر ريتش، العطر غني، بدك تكون واثق من نفسك عشان ترتديه. not easy to wear، مش سهل الارتداء، بدك تكون انت مجرب كثير عطور ديزاينر وكثير عطور نيش عشان تحب هذا العطر، عشان تقدر تقتني. العطر هو عبارة عن وسط ما بين امواج جولد مان وبحسه امواج ضيا مان، فهو الوسط بينهن، هو مش بوهيج جولد مان. جولد مان بنعرف متوهج كأنه ذهب، وامواج ضيا مان تواير للاستخدام اليومي، هذا وسط بينهن. ما بقول انه هذا العطر افضل منهن، العطر يستحق التجربة. يطلق عليه في عالم العطور بانه البرنس او الامير او الملك، هذا هو رأيي الشخصي وتجربتي في هذا العطر. عطر جميل يستحق، سعره شوي مبالغ فيه، ما تشتريه، برجع بحكي بدون تجربة. نهاية الفيديو بشكركم على المشاهدة، اذا عجبكم الفيديو بتمنى تضغطوا لايك، وما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. شكرا على مشاهدتكم.